عليكم، اهلا وسهلا معكم الكوتش طارق المليح. يوم جديد، حركه جداد. كما عودناكم ديما التسخينات، ديما الاحماءات، التسخينات خصني نكون سخون. اليوم غنديروا حصه خاصه ب بليزاسوبليسمون، لاننا غنجددوا الكور ديالنا، غنحيدوا كاع دوك لي نود دوك العقد اللي عندنا في الجسم ديالنا. كنكون سخنت مزيان، سخنت العنق ديالي، سخنت الكتاف ديالي قدام ورا. اللي بغى يشوف التسخينات رد لهم في الحلقات الاولى، نرجع للحلقات ويشوفوا حركت الخصر ديالي، حركت الركبيه، حركت الكور ديالي كامل. اول حاجه غندير، غنحاول ندير 30 ثانيه بحال هكا. لسرا كتمشي ورا اليمنى وكنرجع بحال هكا. انا كنعاودها قدامكم، هذه كتجي ورا هذه، وكنجبد كامل الجسم ديالي كامل كيجي، وكنتنفس. اهم حاجه هو التنفس. درت هذه الحركه، غنديرها دقيقه، غنرتاح 30 ثانيه. هذه غنديرها دقيقه، غنرتاح 30 ثانيه، ما فيهاش المجهود بزاف. من بعد غنجيب اليمنى ورا اليسرى، وغنهبط عندها، وغنبقى على الاقل باش يكونوا الجبهه ديال الكور ديالك مزيان. خصك على الاقل تبقى واحد 20 ثانيه، غنبقى هنا 40 ثانيه هنا بحال هكا. من بعد ملي غنسالي غنجبد بحال هكا 40 ثانيه الفوق، وغنقلب الجهه اخرى. انا قلبت هنا، ونتنفس ونبقى الفوق. غنعاودها دقيقه دقيقه، ولا 40 ثانيه 40 ثانيه لتحت، 40 ثانيه لتحت، 40 ثانيه فوق، 40 ثانيه لتحت، 40 ثانيه فوق. من بعد غنجي ندير هذه الحركه هذه بحال هكذا، وغنبقى غنجبد هذه الحركه هذه، كتحل لي الكوخ كامل. وغنتنفس، غنشد المكانه قدامي، وغنبقى دقيقه، وهنا الجسم ديالي كنجبدو. من بعد غنهبط بحال هكذا، كنحضر راسي، كنخي العضلات ديالي والفقرات ديال الظهر كامل، وكنتجبد وكنهبط دقيقة. من بعد كنشد رجلي بحال هكا، إلا ما كنتش عندي توازن كنحط يدي على شي حاجة باش نشد التوازن ديالي، وكنجبد الفخذ ديالي دقيقة في اليمين. أنا شاد هنا شي حاجة ساهلة، ما نديروش شي حاجة صعيبة. هنا دقيقة في اليسار، كنجبد مزيان، إلا قدر يرجع اللور يرجع مزيان ويتجبد. من بعد كنجي هنا بحال هكذا، كنجبد واحد دقيقة. من بعد هنا دقيقة. من بعد كنمشي للمولي وليزيسكيو، كنهبط عند رجلي بحال هكا، وكنهبط وكنبقى دقيقة، وكنتنفس، كنقلب رجلي. اخر حركه، وحركه اللي ما كنديروش بزاف، وكنتبع على في السياتي باش كتحل لنا داك الهناء في السياتي. كندير بحال هكا، وكنجبد رجلي عندي، كنحاول نبقى دقيقه. من بعد كنبقى دقيقه. بذلك كنكون نهيت الحصه ديالي ديال 30 دقيقه اليوم ديال الرياضه. كنتمنى لكم الصحه والعافيه، وموعدنا في حلقه قادمه ان شاء الله.